السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هعلمكم فيه الجزء التاني من الاساور، هعلمكم فيه الشكل ده، تمام؟ فهتجيبي مثلا 4 الوان، وكل لون هتقصي منه مرتين زي ما انا عامله كده، تمام؟ هربطها وبعدين هعمل الضفيره علشان ابدا الشكل. طول الخيط ممكن تاخديه عندك بطول الشباك عندك في البيت، يعني بنفس طول الشباك، فتابعي معايا وشوفي الفيديو. بعد كده انا خلاص عملت الضفيره اللي فوق وربطتها. بعد كده هتعملي ايه بقى؟ هتوزعي الالوان، هنا الفسفوري والناحيه التانيه الفسفوري، هنا الاورنج، كده فوشيا الناحية التانية برضو. توزيع الألوان يبقى بالظبط هنا جنب ده زي جنب ده بالظبط، تمام؟ هتبدأي ازاي؟ شوفي الترتيب ده زي ما انت عاوزاه ولا لا، يعني عايزة تحطي حاجة مكان حاجة مفيش مشكلة. يعني مثلا انا حابه ان انا كده ده يبقى قريب من ده، واول حاجه الاورنج مثلا انا عايزه الترتيب يبقى كده، هعمله برضو الجنب تاني نفس الكلام. الجنب ده زي الجنب ده بالظبط. هعمل ايه؟ اخد اللي في النص الاول، هبعد بقى دول وابدا ايه في اول لون. اول حاجه هعمل ربطه في النص الاول زي ما انا علمتكم كده، من تحت لفوق. خلاص ربطته مرتين، هاخد اول لون تاني لون زي ما انا عاوزه ترتبهم، يعني زي ما انا حابه، بس المهم الجنب ده يبقى زي الجنب ده بالظبط. لور فانا ايه عملت اول جنب كده. اوكي اعمل بقى برضو الجنب التاني بنفس الطريقة. الناحية التانية بقى اللفة هتبقى من الناحية التانية كده، مش لكده لكده. امسك دي كده رقم 4، بس ايه بالمشقلب كده من فوق برضو ومن تحت لفوق. هبصي كده اهو كده الجنب ده زي الجنب ده، تمام. خلاص هبدا بقى ايه اللي بعدها، اربط برضو في النص. واربط دي كده مرتين، ودي برضو مرتين. اجي الجنب التاني الناحية التانية، هنا
تمام شكل كده. لو انت حابه تشوفيها من قرب الفوشيا فوق وبعد كده الموف وبعد كده هبدا اعمل الفسفوري وهبدا من تاني بنفس الطريقه للاخر. كده يمكن شكلها ظهر تمام. وهكمل عايز اقولك على حاجه، لو انت في خطوه من الخطوات غلطتي انت ممكن تجيبي الابره وتفكي اي غرزه بالابره دي ترجعي تشتغلي تاني تمام. كده خلاص خلصتها، ده شكلها كله شكلها النهائي تمام. وهربطها بقى زي ما انا ربطتها الناحيه التانيه واعمل دفيره وبس كده. هي شكلها بسيط يعني مش صعبه، وبيبقى شكلها النهائي كده لما بتحطي الالوان ورا بعضها كده يبقى شكلها حلو. ممكن تعملي عدد الالوان زي ما انت عاوزه او لونين بس زي ما تحبي. وخلاص كده، وان شاء الله كده تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو تاني على خير قريب ان شاء الله، ومع السلامه.